تحفر جهود جميع الفاعلين، رسمت حملة الحصاد والدرس موسماً استثنائياً بتحقيق أرقام قياسية في إنتاج الحبوب وإيداعها بنقاط التخزين. الشيء اللي جبناه ما هي حاجة سهلة، كل الناس كانت واقفة، دخلنا الإنتاج هذا اللي يصنع. احنا نطلبوا ربي العام الجاي يكون متوفر الشيء على هذا العام، رانا نتمناو ان شاء الله راه يبان على ربي البركه تجي الخرفيه، ولكن ان شاء الله المجهود اللي نديروه العام الجاي اكثر من هذا اللي فات. موسم احسن ما يرام عام السنه، وان شاء الله ان شاء الله حمله الحرث والبذر تكون احسن ما يرام. الفلاحه دفعوا كاع الحب، ورانا نستناو في الموسم نتاع الدرس والبذر والدرس، ان شاء الله على ربي رانا مجندين وان شاء الله ربي يعطينا الخير. وموازاة مع تواصل دخول المحاصيل الى تعاونية الحبوب، يجري التحضير لحملة الحرث بمعالجة البذور وضبط الاجراءات اللازمة. صحنا جميع المشاكل اللي كانت عندنا السنوات الماضية فيما يخص الطوابير وصورة، وذلك منهجية جديدة وطرق عملية اللي اعطت ثمارها في الميدان. ومن هذا المنبر نحث إخواننا الفلاحين اللي عندهم منتوج واللي شادين بذور تاعهم يتقدموا للتعاونية، والأبواب التعاونية مفتوحة حتى 30 سبتمبر يقدموا المحاصيل تاعهم، ونطمئنهم باللي البذور هي متوفرة. عملية إنتاج الحبوب المجمع ما يقارب 1,800,000 قنطار، هذه العملية مرت كذلك بظروف جيدة. إذا كانت جميع المؤشرات تؤكد نجاح هذا الموسم الفلاحي، فإن الأمال معلقة نحو الأفضل مستقبلا، خاصة مع توفر جميع أسباب تحقيق الريادة.